يعني الحقيقه في نفس السياق، ولان زي منذ يعني اشتعال الموقف او اندلاع الاحداث في فلسطين، وكان في مداخلات ومحادثات هاتفيه ما بين الرئيس عبد الفتاح السيسي وما بين رؤساء الدول. كان امبارح بالامس كان في تاكيد من الرئيس عبد الفتاح السيسي والشيخ تميم بن حمد الثاني امير دوله قطر ان في ضروره ان يكون هناك دفع بقوه في اتجاه تحقيق السلام العادل في المنطقه استنادا لحل الدولتين وفقا لمرجعيات الشرعيه الدوليه اللي بتتصل بهذا الموضوع. زي ما قلت لحضراتكم كان في اتصال امبارح، كان في تبادل للرؤى ما بين سيادته وما بين الشيخ تميم، ليه يبقى في ايه اللي حاصل وايه الجديد ومستجدات التصعيد العسكري على الساحه الفلسطينيه الاسرائيليه. كمان اللي تم استعراض الاتصالات المكثفه اللي تمت مع مختلف الاطراف المعنيه علشان نخفض التصعيد اللي حاصل ونقدر ان احنا نحقق هدنه حقنا للدماء وحمايه المدنيين اللي بيتعرضوا لمعاناه انسانيه كبيره نتيجه لاستمرار العمليات العسكريه. حقيقه عايزة قبل ما أتكلم عن هذا الاتصال تحديدا، بس خلينا نقول المواقف العربية والتوجه العربي نحو القضية الفلسطينية، تأكيد الدول إن احنا لازم يبقى في حل. يعني أنا شايفة إن في اتفاق على فكرة حل الدولتين والتهدئة وحل القضية الفلسطينية، دي ثوابت برضو الدول العربية بتتحدث عنها. شايف من خلال الاتصالات اللي تمت على مدار الأيام اللي فاتت واتصال كمان أمير دولة قطر للرئيس عبد الفتاح السيسي، شوفي الـ 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 على غرار ما تفعله اسرائيل في قطاع غزه وهذا الحصار المقيت المميت ل 2 مليون نسمه، واجب على العالم العربي ان يكون تصريحاته ترتقي الى خطوره ما تفعله اسرائيل. مساله التاكيد على الدوله الفلسطينيه وعلى حل الدولتين هو كلام مش جديد، وكلام قديم حديث متجدد في كل لقاء، لكن اشكاليتك انك انت عندك جانب اخر لا مؤمن بحل الدولتين ولا عايز يحل القضيه الفلسطينيه. وامام جانب اسرائيلي وجوانب على المستوى الدولي او اطراف على المستوى الدولي مؤيده للجانب الاسرائيلي. واطراف فاعله. على راسها الولايات المتحده الامريكيه اللي حركت حاملات طائرات من احدث حاملات الطائرات الخاصه بها جيرالد فورد. وشفنا امبارح بايدن وهو بيتحدث في مؤتمر بانه يعني المساعدات سوف تصل الى اسرائيل وهي في طريقها الى اسرائيل، وان الولايات المتحده الامريكيه تضمن امن قومي لاسرائيل، وطلعت بيان بالاشتراك مع ايطاليا وفرنسا وانجلترا والمانيا، بيان كان من وجهه نظر غير لائق بشكل كبير جدا، موقف صريح واضح بجانب الإسرائيليين. أنا وجهة نظري أن المواقف العربية عليها أن تخرج من نطاق التصريحات والتأكيدات إلى نطاق الأفعال على أرض الواقع. وهناك اجتماع مزمع عقده في جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، أتمنى على المستوى الشخصي وأنا مراقب لأحداث هذه المواجهة منذ بدئها أن تكون المواقف العربية مش ثابتة على خلق الدولة الفلسطينية أو على وجود الدولة الفلسطينية وأنه أساس السلام العادل والشامل وأنه كلام كله جميل لكن كلام إنشائي لن يستطيع أن ينقذ الفلسطينيين ما لم يوجد موقف عربي واضح صريح برسالة واضحة إلى الولايات المتحدة الأمريكية وإلى العالم الغربي وإلى إسرائيل بأنه العلاقات على المحك وأن العالم العربي لن يقبل بإبادة الشعب الفلسطيني بهذا الشكل، وأن هذا الحصار ومنع المياه، ودي مش تصريحات مفترض تخرج من العالم العربي، ده المندوبة الأممية الخاصة بحقوق الإنسان أن قالت ما تفعله إسرائيل يصل إلى حد الإجرام، وأنه ما تفعله إسرائيل يخالف قواعد القانون الدولي الإنساني، وطلع السكرتير العام للأمم المتحدة وقال أن هذا الحصار غير مقبول. إحنا ما نستناش في العالم العربي مواقف من القوى الإقليمية والقوى الدولية، لأن إحنا أصحاب شأن وأصحاب مصلحة وأصحاب هذه القضية، والقدس يهمنا كعالم عربي وإسلامي، واجب أن ترتقي المواقف إلى مواقف فاعلة على الأرض، خصوصا الدول التي بدأت عمليات تطبيع شوف موقفها إيه، يكون للمواقف العالم العربي رسالة صريحة للولايات المتحدة الأمريكية
على غرار الرسالة التي أوصلها الملك فيصل ملك المملكة العربية السعودية الله يرحمه عندما زاره هنري كيسنجر بعد حرب 73، وهو يتحدث معه هنري كيسنجر أن طائرته هبطت في مطار الرياض ويستأذنه في التزود بالوقود، ويرد الملك فيصل بأنه بلغ من القبر ويريد أن يصلي في المسجد الأقصى. هذا هو البالانس الذي يحتاجه العالم العربي، لأن المواقف الدولية والمواقف الإقليمية وشدة ما تفعله إسرائيل بقطاع غزة يحتاج من العالم العربي موقفا متشددا لائقا بهذا الذي تفعله إسرائيل، لأنه مبدأ غير لائق. طب خليني يمكن يعني